في ليلة نعتبرها من خيار الليال ألا لا اللي تلم الناس يا طيبة تعال يا راشد الحرب هنيا تعال النار من عصر مشبوبه من شهيبه يا مرحبا بالرجال اللي تجي للرجال واللي على خاطري ذا الحين بجيبه جيتك وانا ما علي خلاف في كل حال بيوتي اعرف هدفها قبل اغني بها دام البقى بك محلك يا كريم السبال يا عزوة دائما تكمل على المدينة والشرق شوية خيال خيال والديرة اللي وطاها سيال شعيبة شخص لقيناه في جدة يصلي شمال وش رايكم في الصلاة اللي يصلي بها البرق اللي تخيله باقي لا يزال لكن هذه بروق ما انتظر بها خلوه حنا نصلي سوا خلي يصلي لحال ناس ما تتبع بعضا وش نسوي لن كان غاب القمر يا بيه الهلال رجليك في الدرب حفيانا عرقيبة خلى العضيلة تدخل مع صفوف الهجال
يا من المقبلة محد عالم غيبة خلوهم المشكلة الصلاة والشياب خلف العيال بعض الطواعات تكفى لا تجيني بها حنا على مناج الهادي ما نمشي الضلال لا تنزل البير وتغثر بمشاريبا الوقت دايم كذا نزول ولا ارتحال علمها للحمض لا تومي من شعيبة ماني مدور ربا مليون ولا ريال يا راعي اللحية اللي صبغ شيبة يا زين وجه الوفا لكن عندي سوال عمتكم أم الكبائر من كشف عيبها يا اللي تسوق الجمال فالدرب والعدل مال حنا استفدنا من الدنيا وتجاريبا اللي يقصون درب الناس ولا الحلال قالوا عرقيبك تحالي عرقيب أما الكبائر وراكم عندها راس مال والظاهر الناس حيمي من معازيبة يا اللي تدور لا الأرنب في جتها صقور انت عشي يا مخالي